هنروح بقى مع حضراتكم، بس هو خبر اكيد مش حلو اللي جاي. لاعبين خلينا نقول ليهم تاريخ كبير ما يتنسيش في النادي الاهلي. عرفنا النهارده ان احنا فقدنا يعني احدهم النهارده الصبح، شيخ المدربين كابتن طه توخي، احد اهم لاعبي الزمن الجميل، ربنا يرحمه يا رب. ومن اللاعبين كمان خليني اقول لحضراتكم للاسف اللاعب الفلسطيني فؤاد ابو غيده مدافع الاهلي في الستينيات، اللي مات ايضا بالامس في لندن متاثرا بفيروس كورونا. ابو غيده كان لاعب طبعا زي ما حضراتكم عارفين في الاهلي، وكان عنصر كمان اساسي لتتويج الاهلي بجميع البطولات في الفتره دي، لكن اعتزل بعد توقف النشاط الكروي في مصر. ده كان بسبب الحرب، كانت تحديدا عام 1967. وكابتن محمود الخطيب خليني اقول لحضراتكم رئيس النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره كمان ومدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضيه عبروا عن بالغ الحزن والاسى في وفاه كابتن فؤاد ابو غيده، داعين لي طبعا المولى عز وجل ان هو يتغمده برحمته. وطبعا احنا بنقول للاسره البقاء لله.